اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الحقل المجهري، النهارده يوم مهم جدا في عالم الثقافه حول هذه المنطقه العلميه المعقده الجميله التي يبرز فيها المهاره ويبرز فيها ايضا عطاء ربنا سبحانه وتعالى. يعني كالعاده كل شيء بامر الله، مهما كانت المهارات بدون امر الله ليس لها اي قيمه. لكن خليني اقول لكم انه في مناطق معينه لسه مش واضحه في دماغ الناس، لسه الناس مش فاهمها. من ضمن هذه المناطق كلمة مهمة أو جملة علمية مهمة اسمها جودة البويضات. وأعتقد أنه ضيف العزيز وكل المتخصصين البارزين في هذا المجال شوية بيجدوا جهد أو بيجدوا صعوبة في نقل هذه المعلومة بالنسبة للكلاينتس الداخلين عندهم. يعني تقول للست أي كلمة، تلاقي الست والراجل اللي هما الكابلز الزوجين يعني عندهم استيعاب ليها. تيجي عند المنطقة دي جودة البويضات تلاقي الكابلز باني عليهم علامات، يعني انهم مش قادرين يستوعبوا المعنى. يعني ايه جودة البويضات؟ ما البنت صغيرة يا باشا، ما لسه مش كبيرة في السن، ما الراجل تحليله سليم، إيه انت بتكلمني ليه عن جودة البويضات؟ ليه عايز نحسن جودة البويضات؟ يعني ناخد تنشيط يعني؟ طبعا الجمل دي جمل متكررة في كثير جدا من الأحوال، ولذلك احنا قدامنا النهاردة منطقة علمية لازم نكشف الغطاء عنها ونفهمها بدقة، جودة البويضات. أنا نفسي عايز أفهمها، أفهمها بالتفصيل العلمي الدقيق لتوصيف أنا بعتقد إن في صعوبة في وصوله ثقافيا عند كثير من الناس. النهاردة ضيفي العزيز واحد من المتميزين جدا في هذا المجال، والحقيقة بيسعدني جدا أداؤه العلمي المهني الراقي جدا واجتهاده المتميز للغاية في السنوات الماضية والحاضر، وأكيد أتنبأ أكيد بأداء راقي جدا كمان في المستقبل. أكيد ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقم، استشاري الحقل المجهري وجراحات المناظير، وصاحب ماجستير الحقل المجهري من جامعة ميسينا بإيطاليا، ودبلومة جراحات المناظير المتقدمة الفرنسية، ودبلومة جراحات المناظير الدقيقة من الهند، وعضو الجمعية الأمريكية والمصرية والأوروبية للخصوبة والعقم، الاسم المتميز جدا، وعضو الجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيق. ما شاء الله، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا حضرتك، وحشني جدا، نورنا. يا دكتور يا حضرتك، اختيارك للجملة دي في سلسلة الحلقات بتاعتنا، لماذا اخترت جودة البويضات؟ هل لأنه بتجد طبعا مبدئيا البويضة هي المايسترو بتاع حدوث عملية الحمل. البويضة هي المسؤولة رقم واحد في بداية الحمل لانتهاء اتمام عملية الحمل من بداية تكوين الجنين حتى التصاقها في بطانة الرحم. البويضة هي حجمها 550 مرة قد حجم الحيوان المنوي. البويضة فيها جزء جيني أو جزء كروموزومي عنده القدرة لإصلاح بعض المشاكل اللي موجودة في الحيوان المنوي. فالبويضة احنا بنتكلم على جودة البويضة لأن البويضة هي الأساس بتاع حدوث عملية الحمل. مش هننكر بعض العوامل الأخرى في حدوث عملية الحمل زي الحيوان المنوي، زي دور الأنبوبة والرحم والهرمونات الموجودة في الجسم، بس دايما البويضة هي العروسة اللي بيتم من خلالها عملية حدوث الحمل. عشان كده جودة البويضة ده من المواضيع اللي أنا بفكر فيه قبل ما ببدأ أي عملية حقن مجهري. أنا يهمني البويضات اللي تبقى طالعة بعملية الحقن المجهري جودة أكتر ما يهمني عدد. يعني لو فرض سيدة بدأت لها عملية حقن مجهري وطلعت لي 5 بويضات جودتهم كويسين، أحسن لما يكون من حالة تانية مطلعة لي 20 بويضة والبويضات كلها جودتها سيئة. يعني حضرتك الصورة اللي موجودة قدامنا دي رقم في اللي هي A و B و C. رقم A دي الصورة الطبيعية للبويضة الطبيعية. شوف بقى المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في البويضات. في البويضة تبقى طالعة حوالها الدبرس، بويضة السيتوبلازم بتاعها بيبقى غامق،
بويضه بقى فيها فاكيول موجوده جوه، ترسبات فيها فراغات فراغات تمام فيها. البويضه شكلها مش الشكل البويضاوي العادي اللي احنا الشكل الدائري اللي احنا عارفينه، لا شكلها فيها تجاعيد او شكل بيضاوي او مربع في بعض الحالات، نعرف ان في خلل في وظيفه البويضه دي، ولو حتى اتخصبت مش هتقوم بالوظيفه بتاعتها في اكمال عمليه حدوث الحمل. عشان كده البويضه من الاساس هي المعروفه، لما بويضه تطلع جودتها كويسه اعرف ان ان شاء الله الجنين هيطلع كويس، اعرف ان ان شاء الله نسبه حدوث الحمل عندي اعلى. فده من المواضيع المهمه جدا. طبعا في كم جمله مهمين جدا، البويضه تعدل بعض العيوب في الحيوان المنوي، ده طبعا شيء مهم جدا. في جزء مش بعض المشاكل، يعني ما يكونش مثلا حيوان منوي الفيل اللي هو الكروموزومز بتاعتها مضروبه وما فيش فيها مشاكل والفيل في فراجمنتيشن بتاعه عالي، لا بتبقى بعض المشاكل البسيطه. واكبر دليل اللي في بعض الحالات اللي هو السبيرم في الحيوان المنوي فيه مشاكل او مش قوي، بتبقى المورفولوجي عندهم زيرو، فاحنا بننقي الافضل في الاستخدام عشان نحقنه، وفي بعض الحالات بنلاقيها مطلعه اجنه درجه اولى في اليوم الثالث ومكمل معانا اليوم الخامس. ليه كملت؟ عشان البويضه كانت جودتها كويسه. فدي دايما بتبقى في الحالات اللي احنا يعني بتبقى سيئه بتصلح بعض المشاكل الموجوده في الحيوان المنوي. السؤال القادم اللي بيدور في دماغ الناس دلوقتي، الاسباب، يعني ايه اللي يخلي ست عندها جوده بويضات يعني سيئة وجودة بويضات جيدة؟ وهل ده ممكن يحصل بين يوم وليلة؟ لا مش صعب، صعب اللي هو يحصل بين يوم بليلة. بس هو في رقم واحد، المتحكم رقم واحد في جودة البويضة هو سن السيدة. لما كل ما السيدة بتتقدم في السن كل ما جودة البويضات بتاعتها بتتأثر، لأن السيدة مولودة بعدد ثابت من البويضات، والبويضات دي بتستخدم كل شهر بيطلع عدد معين، العدد معين بيطلع منه بويضة واحدة بس اللي هي الطبيعية الفسيولوجي بتاع أي حالة. طب البويضات اللي موجودة في المبيض ده اتأثرت بكل عوامل التعرية اللي السيدة تعرضت ليها طول العمر. أنا هدي حضرتك مثل بسيط جدا، هو جلد السيدة وهي عندها 20 سنة زي وهي عندها 35 سنة؟ لا طبعا، اتعرض لمشاكل وعوامل السن وعوامل التوتر والعلاج اللي خدته ايا كان نوع العلاج، اي مشاكل اتعرضت ليها بيؤثر على السيده. نفس القصه، المبيض بيتاثر بعمر السيده زيها زي اي عضو موجود في الست. على عكس الراجل، الراجل عنده خلايا ام هي المسؤوله عن تكوين حيوانات منويه جديده كل يوم. فده رقم واحد اللي هو العامل الأساسي اللي هو عمر السيدة هو اللي بيتحكم في جودة البويضات. في عوامل أخرى، العوامل في عوامل اللي هي النظام المعيشي اللي هو الحياتي اللي احنا عايشين فيه طول اليوم. رقم واحد السهر، ده بيحرم الجسم من الميلاتونين اللي هو مسؤول عن الصحة العامة ومسؤول عن المود، فبيأثر على جودة البويضة. فالسيدة لما بتسهر فترات طويلة مثلا بتنام بعد الساعة 12 وبعد الساعة 1، ده بيأثر، لازم النوم بدري من الساعة 9 والساعة 10، وده مش موجود عندنا في الشرق الأوسط عموما. يعني حضرتك لو سافرت برا أوروبا الساعة 8 ما تلاقيش حد ماشي في الشارع. رقم اتنين الفاست فودز اللي موجودة اللي هو اللانشون والهامبرجر، ده فيه صويا بين كتير، فده طبعا بيبقى غني بلانت اوريجين اللي هو المصدر النباتي للاستروجين، فده بيؤثر على الهرمونز الموجوده في الجسم وبالتالي بيؤثر على جوده البويضه. المشروبات اللي فيها مواد حافظه كتير ده بيؤثر على جوده البويضه. بعض اللي هو الاكل اللي فيه هرمونز كتير، الاكل المتهرمن والفاكهه اللي متهرمنه والفراخ اللي متهرمنه، طبعا ده برضو بيؤثر على جوده البويضه. الفراخ البيضاء، الفراخ البيضاء طبعا. قله شرب الميه، لازم السيده تشرب يوميا من 6 ازايز ل 8 ازايز ميه يوميا. لان طبعا قله شرب الميه برضو بيؤثر على جوده البويضات. فده بالنسبه للنظام الحياتي. في بعض الحاجات التانية بتؤثر على جوده البويضات زي بطانة الرحم المهاجرة، طبعا ده بيؤثر وتأثير جذري على جودة البويضات، ومش بيأثر على جودة البويضات بس، كمان ده بيؤثر كمان على بطانة الرحم الصحية اللي موجودة في الرحم. تكيس المبايض من الحاجات اللي بتؤثر على جودة البويضات بصورة غير مباشرة، ان البويضات دي ربنا سبحانه وتعالى خالقها اللي هي تطلع بصورة منتظمة كل شهر. فالبويضات دي بتنتظر في المبيض ما بتخرجش كل شهر، فالفيسيولوجي بتاع المبيض مش كويس،
في حالات تكيس المبيض بالذات لما نيجي نديها تنشيط طبعا بتطلع عدد كبير جدا من البويضات، لان هي عندها كميه مخزون يعني بزياده. فتلاقي البويضات فيها جميع انواع البويضات، تلاقي بويضات درجة أولى ودرجة تانية، وتلاقي فيها ديجنريتد وفيها براون جي في وفيها أتريتك، تلاقي أنواع كثيرة أنواع من البويضات اللي حصل فيها خلل، اللي فيها خلل تاكلت أو شيء من هذا القبيل. تمام تمام. فتكيس المبايض من الحاجات المهمة اللي بتؤثر على جودة البويضة. النقطة الثانية التصاقات الحوض من جوه ده بتؤثر على جودة البويضة. طب الالتصاقات بتؤثر ازاي؟ برضو في بعض الحاجات يقول لك يا دكتور انا في التصاق في الحوض، طب المبيض ملوش دعوه هو في التصاق، ليه ليه علاقه ايه بالوظيفه بتاعه المبيض؟ لما بيحصل التصاقات في الحوض بيحصل خلل في الدوره الدمويه بتاعه الحوض بوجه عام، فالمبيض ممكن ما ياخدش القيمه الغذائيه بتاعته اللي هو يعتمد عليها كل يوم عشان يقوم بالوظيفه بتاعته، فده بيؤثر على بالتبعيه على جوده البويضات. فده الأسباب الكتير اللي ممكن تكون سبب في نقص جودة البويضات، لو تجنبناها ده طبعا بيحل مشاكل كتير في تحسين جودة البويضة. إذن جودة البويضة ده نقدر نقول إنه حجر زاوية مهم جدا في طبعًا نجاح الحمل أو في حدوث حمل عموما أو حدوث حمل طبيعي. آه آه. وأكبر دليل برضو في بعض الحالات، أنا طبعا معظم الحالات اللي بتجيلي بتبقى عندها تأخر في الحمل ما ببدأش لها حقن مجهري على طول، يعني تبقى بعض السيدات جاية عايزة أعمل حقن مجهري يا دكتور، ما أقولهاش لا أنت استنى مش هقولك أعمل لها بكرة، بديها علاج تجهيزي لمدة شهر أو اتنين، 20-30% بيجوا حوامل طبيعي خصوصا لو الزوج ما فيش فيه مشاكل. ليه؟ لأن أنا اشتغلت على جودة البويضة مش على التبويض، هي السيدة عندها تبويض أصلا طبيعي ما فيش فيها مشاكل. فده بيؤدي الى تحسن جوده البويضات، فالبويضه بتعرف تقاوم الظروف السيئه اللي ممكن تكون موجوده فيها، فده بالتالي بيحصل منها حمل طبيعي مش شرط حقن مجهري. النقطه بقى المهمه اللي يعني احنا داخلين على محطه مهمه جدا دلوقتي، الناس بتفكر معانا، فهمتونا خلاص يعني ايه جوده بويضه؟ طيب كيف نحسن جوده البويضه؟ المشاكل تتعالج، ده اول حاجه. ده اول حاجه، يعني فرض مثلا سيده ما بتنام في اوقات كويسه، تشرب ميه كتير، تتجنب المواد الحافظه، تمارس الرياضه يوميا كل يوم نص ساعه لساعه، ودي مشكله عندنا كبيره على فكره. النظام الحياتي اللي احنا عايشينه هنا في مصر او في العالم العربي عموما ده بيؤثر بالسلب على الخصوبه. يعني انا لما كنت في ايطاليا بشوف البروتوكولات بتاعه العلاج، فعندهم بيبداوا ب 150 وحده في اليوم. طبعا احنا هنا في مصر بنبدا دايما ب 225-300، طبعا ممكن اقل، بس السيده عندها 35 سنه حاجه و30 سنه وبرضه بادئين بنفس الجرعه، ونلاقي الانكم بتاع البويضات حلو والفيرتلايزيشن عالي. فبسال الدكتوره ايه السبب؟ يعني الاخصاب عالي ليه هنا؟ يعني في مش في عندكم ميزه مش موجوده عندنا؟ قالت لي الدياتري هابتس، الطباع الغذائيه اللي عندكم مش موجوده عندنا. يعني احنا بناكل بنظام مفتري، فده بيؤثر طبعا. عندهم الرياضه يوميا كل يوم نص ساعه. على فكره الايطاليين، هو الايطاليين لازم تفهموا عنهم ان هم يعني مكان من اقوى الاماكن بتاعه الحقل المجهري في العالم كله. ده حقيقي. من البيونير ايطاليا كده، زي المانيا في المفاصل ايطاليا في الحقل المجهري. ده حقيقي. الايطاليين اقرب الشعوب بتاعه اوروبا لينا احنا في الطباعه. ده حقيقي. في طبيعه الاكل. ده حقيقي. لا في طبيعه الاكل لا برضه. ما بياكلوش زينا. لا برضه ما فيش حاجه زي نص العرب. ما شفتش. انا سافرت كتير ما شفتش طباعه زي الطباعه عندنا خالص. الاكل. لا ما شفتش محشي بره. ما فيش محشي بره. لا ما فيش محشي بره. وما فيش بره فول وطعميه الصبح في بس مش بالكمية برضه اللي احنا بناكلها. وفي انا مثلا ليه اصدقاء من الصين بعتز بيهم جدا. بياكلوا مكرونه الصبح، بس ناس اكتف بطريقه. اكتيفيتي رياضه. اكتيفيتي رياضه. بينهم بعض شغل يعني. الصبح بيلعبوا رياضه، طول اليوم بيلعبوا رياضه. هم حركتهم اساسا كتيره جدا، مش عايزين عندنا في مصر. رغم ان انا بعتقد ان انا واحد من الناس اللي حركتي كتيره، انا كنت يعني شايفهم شايفهم عمال اقول يا عم دول عفاريت. فده النظام الغذائي طبعا ده بيؤثر على جوده البويضه. الاسباب مثلا زي بطانه الرحم المهاجره تتعالج،
لو في اكياس شوكولاته او في بطانه رحم مهاجره في الحوض يتشال طبعا من منظار، لو في تكيس للمبايض يتعالج علاج اللي هو العلاج اللي احنا ممكن ناخده، لو في وزن زياده بنخس في الوزن ونعمل تثقيب للمبايض في حدود المعقول عشان لا يؤثر على مخزون المبيض. هنروح لحكايه في مره كده نقف على الحته دي عشان نشوف الجديد اللي اتقال لانه موضوع فيه كمان كونتروفيرسيال. النقطه الثانيه بقى نتكلم على السيدات اللي هو عمرهم تقدم بقى اللي هم سنهم اعلى من 30 سنه خصوصا الناس اللي اعلى من 35 كمان. في هرمون بيخرج من السوبرارين جلاند والغده الكظريه اسمه الدهيه. هو فعلا دهيه. هرمون الدهيه ده ملوش دعوه بالمخزون بتاع المبيض. ده البريكورسر اللي هو الهرمون اللي مكون لهرمون الاستروجين. فلما بيبدا يقل في هرمون الاستروجين بالتبعيه هيقل. فاللي بيحصل ايه؟ في نسبه عكسيه بين هرمون الاستروجين وهرمون الاف اس اتش. فهرمون الاستروجين هيقل فهرمون الاف اس اتش ايه؟ هيزيد. بتاع الغده النخاميه. بتاع الغده النخاميه، فلما هرمون الاف اس اتش بتاع السيده بيزيد فده بيؤثر بيعمل جزء او شيء من خمول في المبيض. يعني هرمون الاف اس اتش في الدم المفروض بيبقى 10 ما يزيدش عن 10، في بعض المعامل 12. بعد ال 20 ده خلاص وصل سن الياس. لما تكون السيده جايه له هرمون الاف اس اتش بتاعها في التحليل 3 و4 و5 و6 ده حلو، لكن لما يجي لي ب 8 او 9 او 10 اعرف اللي فيه مشكله. فهرمون الدهيه ده بيبدا يقل، بيبدا هرمون يحصل شويه عدم اتزان في هرمون الاف اس اتش، فده بيؤثر على جوده البويضه بعدين. النقطه الثانيه كمان المبيض ده بقاله 15 سنه شغال على اعتبار ان سن البلوغ عند سن 15 سنه. فده تأثر بعوامل أكسدة كتير، فده مضادات الأكسدة من الأشياء المهمة جدا في علاج ضعف جودة البويضات. هرمون الدهي احنا بنديه برضو بيحسن جودة البويضات. النقطة التانية بقى والمهمة ودي لسه حاجة جديدة، إن نشاط البويضة نفسها يعني حتى جودة البويضة بتبقى جاية كويسة وشكلها كويس، وبرضو الإخصاب بتاعها بيبقى شوية ضعيف. تلاقي السيدة مطلعة مثلا 10 بويضات واثنين ثلاثة بس اللي حصل لهم تخصيب أو كونوا أجنة درجة أولى، درجة أولى، الباقي أجنة مش كويس. ليه بقى؟ لأن هو نشاط زي ما أنا قلت اللي هو نشاط الخلايا بيتأثر على وجه عام بشكل عام عند السيدة. المبيض برضو البويضة بتبقى نفس القصة، فإحنا بندي علاج بيزود الدم اللي بيغذي المبيض فبينشط الدورة الدموية بتاعة المبيض. بندي علاج تاني بيحسن نشاط الخلايا بوجه عام بما فيها البويضه اللي هو بيحسن وظيفه الميتوكوندريا. ده منظر بويضه فيها فاكيول، شفت المنظر؟ الفاكيول فيها فراغ. فيها فراغ وده مش حلو، مش كده؟ ده مش حلو. بعدها بتبدا اللي بندي علاج نشط اللي هو الميتوكوندريا اللي هو مصدر الطاقه عند الايه؟ مصدر الطاقه عند الخلايا بما فيها البويضه. فلما تكون الحاجات دي موجوده ومتوفره عند البويضه حتى لو السيده سنها عدى 30 سنه، بلاش اقول كبير عشان ما يزعلوش، ده بيحفز ان البويضه بتبدا تتكون وتكون جنين كويس. فهو العلاج، علاج اللي هو بندي علاج الدهيه، وطبعا الناس كلها عارفاها طبعا دلوقتي، علاج بيحسن الدوره الدمويه للمبيض، علاج بيحسن نشاط الخلايا بما فيها البويضه. فده العلاج، وده من الحاجات يعني المهمه جدا اللي لازم نتبعها. واللي جايه لي عندها 20 سنه مش زي اللي جايه لي وهي عندها 30 سنه. هل في علاقه بين جوده البويضه ومخزون المبيض؟ الموضوع ده شائك جدا. الموضوع ده عليه كلام، يعني الناس كلها بتخاف انا عندي مخزون المبيض قليل يبقى انا اكيد عندي مشكله في جوده البويضات. ايوه. في تقسيمه اتقسمت اربع مجاميع، مجموعه اولى وثانيه وثالثه ورابعه. المجموعه الاولى اللي هي سيده اقل من 35 سنه وعندها المخزون المبيض كويس. عندك عيانة تانية أقل من 35 سنة وعندها المخزون المبيض ضعيف، عيانة فوق ال 35 سنة ومخزون المبيض عندها كويس، عيانة فوق ال 35 سنة ومخزون المبيض عندها ضعيف. لما عملوا الدراسة على المجموعات دي وجدوا إن حتى لو مخزون المبيض ضعيف والسيدة سنها أقل من ال 30 سنة ده بيبقى جودة البويضات كويسة. زي ما انا قلت سن السيده هو اللي بيتحكم اكتر في جوده البويضات على اعتبار ان مفيش مشاكل اخرى. في مشاكل تانية زي بطانه الرحم المهاجره، لا ده لو المخزون عندها ضعيف
وعندها بطانة رحم مهاجرة هتطلع بويضات جودتها مش كويسة. لكن على اعتبار ان بعض زي الحاجات اللي موجودة دلوقتي اللي هو الفشل المبكر للمبيض او البنوتة متجوزة عندها 22 سنة وفوجئت بعد شهرين جواز مخزون المبيض عندها ضعيف، فده يعني سيد ما فيش فيها مشاكل، مخزون المبيض عندها ضعيف ما تقلقش لو سنها صغير، بس تقلق ان المخزون يبدأ ايه يقل. فالمخزون المبيض مش مرتبط بجودة البويضات، السن السيدة هو المتحكم رقم واحد في جودة البويضات. عشان بس السيدات ما تخافش، ان هم بيخافوا طبعا من النقطة دي. انت نورتني بقى سعد، بنور حضرتك يا دكتور ايمن، سعيد جدا بوجودك معانا وكمية معلومات وبساطة في طرحها. اكيد هنستمتع بعرض موسوعي رائع جدا للتفاصيل ان شاء الله. يعني احنا النهارده مسكنا حتة وما كملناهاش، يعني في تلت الحلقة ما لحقناش ندخل عليه لأن احنا توسعنا جدا فيه وتكلمنا بتفصيل شديد جدا فيه. جزء صغير اسمه جودة البويضة، مش مخزون المبيض، جودة البويضة اللي هي حتة صغيرة في منظومة كبيرة اسمها الحقن المجهري. ضيف العزيز دكتور محمد حسني، نورتني وشرفتني. نور حضرتك دكتور ايمن، الله يخليك. خليكوا دايما مع الناس الحلوة.